والحضور ديالي اليوم انا فرحان بالحضور في الملتقى الجهوي ديال التربيه. اول مره تنشارك في هذا الملتقى هذا، خصوصا وانه يعني هو ملتقى رسمي اللي كيديروا المديريه الجهويه ديال التربيه. بيان سور كنستبشروا خير، لان التربيه هي اساس المجتمع، وخاصنا نشوفوا بزاف ديال الاحداث بحال هكا باش نطوروا التربيه، التعليم والتربيه في المغرب. لان ما كنكونوش على راسنا، حنا ماشي سويسرا ولا كندا، ولا مازال عندنا خصائص في هذا القطاع هذا. وكنشوفوا كتبذل مجهودات الحمد لله، لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. وكان فرحان بالتواجد ديالي. شنو الراي ديالك بحال هذه الاعمال اللي كيحضروا لها الفنانين وكيشاركوا فيها؟ اولا هذا واجب على الفنان يحضر في بحال هذه الملتقيات هذه، خصوصا اننا كنتعامل مع واحد الفئه اللي هي خاصه، فئه ديال الاطفال اللي هي البراءه ديال المغرب، وفي نفس الوقت المواطن ديال غدا والجمهور ديال الفنان ديال الجمهور ديالنا حنا حتى غدا. يعني كيجيني انا هذا واجب، وهذا الشيء علاش كان ماشي اول مشاركه ليا. زعما شاركت بزاف ديال الحفلات المهرجانات الخاصه بالاطفال اللي كتنظم خصوصا في القطاع الخاص. اليوم القطاع العام هو اللي داير هذا الحدث، وصافي فليزير صافي. ما كيفكرش كان يدخل العالم التمثيل؟ شفنا بزاف الفنانين كيدخلوا العالم التمثيل. اختي كاين بزاف ديال الفنانين تبارك الله اللي كيمثلوا مزيان وكيتقنوا الغناء والتمثيل. انا مثلا انا ماشي منهم، انا فنان موسيقي، تعجبني كتب لحن وزعن نغني ندير خشبات المسرح، ولكن التمثيل صراحه ما هادشي اللي عفوا الله ما جابش الله، ما عندي ما ندير. الا جاتك فرصه انا تمثل؟ الا كانت شي استضافه خفيفه، ضيف حلقه في شي حاجه ولا هذا، وي مي باش ندخل العمار التمثيل كمحترف صراحه ما جو بونس با. صراحه شوف انا مؤخرا صدرنا مع مجموعه مازاغون اغنيه تلين، جوست ابخي درت عمل سول اون ديو مع اليس كات ديزاينر اللي هي اغنيه فرنسيه مغربيه سميتها كازا باري. وقريبا ان شاء الله مع مازاغون عاوتاني غادي نخرجوا عمل جديد. كاين اعمال كثيره مع مازاغون ان شاء الله، كاين عاوتاني جوله في هذا الصيف هذا داخل وخارج الوطن مع مازاغون. كلمه شكرا موقع اشواقع، شكرا متتبعي موقع اشواقع، وتحيه لكم وكنشكر لكم على الدعم. اشترك الان في قناه اشواقع تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواقع تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.